السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة المواضيع اللي يمكن نتكلم فيها ياسر، هذاك علاش نلقى صعوبة ساعات باش نختار الموضوع، هذاك علاش ديما نطلب منكم انكم تقدموا لي اقتراحات تسهل عليا باش نحكي بكل تلقائية على المواضيع اللي تهم الأشخاص اللي يتابعوا في الفيديوهات هذه. في الحقيقة كنت اليوم باش نحكي على موضوع عقم محمد، ولكن بدلت وباش نحكي على الحقيقة التاريخية لمحمد. تعرفوا انتوما اللي التاريخ اليوم مش كيما التاريخ قبل. قبل كان التاريخ أكثر شيء يعني شفاهي، يعني يكفي أن شخص أو أشخاص عندهم معتقدات ويتكلموا، يجوا المؤرخين ويكتبوا بدون أدلة فعلية ملموسة. التاريخ اليوم تبدل، يعني لا يمكن أن نسمي شيء حقيقة تاريخية بدون أدلة، خاصة أننا نعرف حتى من العصور القديمة جدا، فهمت، يعني عشرات الآلاف من السنين من وقت الإنسان كان بدائي، ترك آثار فعلية في المغارات والرسومات، وعندما ظهرت الكتابة ترك البصمات متاعو، والمؤرخين يعتمدوا على أدلة فعلية. حتى قبل الإسلام يعني في الجزيرة العربية، البعض يقول لك معناتها ما عندناش أدلة على الإسلام لأن الجزيرة العربية ما كانوش يكتبوا، هذا غير صحيح. قبل الإسلام عندنا أشعار جاهلية وجدت قبل الإسلام وقبل محمد تدل على وجود هؤلاء الأشخاص وعلى الشعر بتاعهم، سواء على الحجر سواء على بعض الأدوات بتاع اللي يكتبوا عليها. التشكيك هو تشكيك، مش تشكيك يعني هكاكة، وإنما لأن ليس هناك أدلة مادية فعلية على وجود محمد. وقت نرجع للتاريخ نلقاو الفراعنة موجودين، تركوا آثار، نمشيو الرومان كيف كيف، البيزنطيين كيف كيف، اليونان قبل كيف كيف، حتى المايا اللي هما الهنود الحمر تركوا آثار، حتى الأمازيغ في شمال أفريقيا تركوا آثار، حتى تمشي الشعوب بدائية موجودة في أستراليا ولا في أفريقيا تركوا آثار. وهذا هو اللي نسميه حقيقة تاريخية، لأن يعني عندهم آثار سواء كتابية سواء رسمية سواء أدوات سواء سواء سواء، المهم فما أدلة فعلية. مستحيل حضارة تقوم أو شيء يقوم يخليش أدلة، مستحيل. يعني حتى قرطاج اللي تم إبادتها كليا وحرقها وزرعها، لقينا الآثار بتاع قرطاج اللي هي كانت موجودة، اللي هي قبل الإسلام، فهمت، يعني بقرابة أكثر من 1000 سنة، يعني 800 قبل الميلاد. علاش ما عندنا حتى دليل على وجود محمد؟ هذا هو السؤال اللي حير، فهمت. نعرف اللي احنا الغرب وتبحث في مسألة الأنبياء سوى إبراهيم سوى موسى سوى عيسى تلقى حتى دليل نفس الشيء. يعني يعتبر اللي التراث ما يسمى الإيماني لهذه معناتها لهؤلاء الأنبياء، ليس هناك أي دليل على وجودهم. تو البابليين عندنا وجودهم، الكلدانيين عندنا وجودهم، الفرس، الهنود، الصينيين، الحضارة الصينية خلت أثر. بينما نجي نحكيو على إبراهيم، الدليل الوحيد عندنا ما يسمى بالكتاب المقدس. وعندما نحكيو على اليهود نفس الشيء، وعندما نحكيو على المسيحية نفس الشيء. متى كتب هذا الكتاب؟ تلقاه بعد 3 4 قرون، فهمت، تكتب، ولا حتى بعد معناتها قرن. نشوفوا احنا
أقدم وثيقة عنا عن الإسلام فهمت هي القرآن. معناتها وكي نرجعوا نشوفوا نلقاها 80 ل 100 سنة بعد موت محمد على حسب الرواية الإسلامية. المؤرخين وقت يتكلموا على عيسى ولا على موسى ولا على هؤلاء الأنبياء كلهم فهمت ما يتكلموش عليهم كحقيقة فعلية توجد. هي حقيقة إيمانية، حقيقة فكرية، ولكن ليس حقيقة فعلية عندنا أدلة على وجود عيسى ولا موسى ولا إبراهيم. ونفس الشيء بالنسبة لمحمد. حتى واحد فينا احنا مش كمحمد محمد فهمت، ما فما حتى اثر مادي على وجوده فهمت، لا في المدينة لا في مكة فهمت. يعني كل الاشياء اللي عندنا فهمت، هذيك الخرافات بتاع شعرة الرسول ولباس الرسول هذه كلها خرافات ما عندها حتى اساس من الصح فهمت. يعني نعرف احنا اللي حتى مثلا اللبس اللي كان لابسه عيسى وقت الصلب قال لك هاو موجود، اما وقت نجيو نحللوه تاريخيا نلقاه ظهر بعد قرون وادعوا انه موجود. اذا باش نكونوا احنا واقعيين فهمت، نجم نقولوا احنا معناتها نقولوا اللي كشخصيه يمكن تكون وجدت. كما مثلا نجيو مثلا تحكي لوليد صغير على قصه على السنافر ولا على في تونس احنا امي سيسي فهمت. يعني تبدا القصه يمكن تكون واقعيه، هو عباره على سيناريو نتاع فيلم، قد الفيلم ينبع من الحقيقه ولكن من بعد يتشعب نحو الخيال، لان في الحقيقه كل حاجه احنا نفكروا فيها ما هي جايه هكاكه من العدم. وقت احنا نفكروا في عروس البحر كي نجيو نشوفوا عروس البحر عندها جانب من الحقيقه، نصف بشر ونصف سمك، او مثلا الحصان الذي يطير نفس الشيء، شويه من النسر وشويه من الحصان فهمت. اذا هناك جانب من الحقيقه ولكن ليس هي الحقيقه الفعليه. كما قلت لكم وتنجو خرف خرافه ولا اسطوره تلقاها في اللول تبدا عاديه، نجيو نحكيو مثلا على امي سيسي تكنس القات فليس، يعني امراه زوزه تكنس القات فلوس. من بعد وقت نجيو نواصلوا في القصة تدخل فيها الخيال، والقطوس القط اللي يتكلم مع أمي سيسي ويطلب منها الغربال وغيرها 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 من القصة وتدخل نحو الخيال. إذا كل هؤلاء الأديان مهما كانوا عندما نرجعوا للتاريخ ما نلقاوش لهم حقيقة فعلية، وإنما حقيقة إيمانية فهمت. يعني محمد كشخص يمكن يكون توجد ولا عيسى، ولكن ليس بالصفة اللي موجودة بها في الكتب الدينية. أنا هوني ما نحبش نتشعب ياسر في الموضوع وما نحبش ندخل في المتاهات، وإنما باش نكونوا صريحين فهمت، نقولوا اللي ما فما حتى حقيقة تاريخية إثباتية تدل على وجود لا محمد لا عيسى لا موسى لا إبراهيم لا نوح لا غيرهم من هذوما الأشخاص. بل وجدنا في معناتها ملحمة قلقامش أنهم يتكلموا، معناتها هذه الملحمة عبارة على رواية زادة فهمت أسطورية، يتكلموا على آدم وعلى أنا اللي يعجبني معناتها شبه هذه المسألة هو كتاب أولاد حارتنا. يعني يمكن حتى يكون فكرة الإله بحد ذاته هو شخص، يعني كما نقول وإحنا نعظم أجدادنا فهمت، الإله هذا فهمت كان عنده حاشية أولاد وكل شيء، وكان شكون يطيعه وشكون ما يطيعوش، وطرد اللي ما طاعوش وقرب اللي طاعوا. يعني أسلوب معناتها نجم نقوله بسيط، من بعد تطور إلى حكايات تناقلت عبر الأجيال وتطورت، وكل واحد يعني أي دين عبارة على مش واحد برك عمله. يعني لو تجي تشوف مثلا المسيحية
تلقاها ألف عيسى، فهمت؟ الإسلام ألف محمد. حتى المصدر هذا مثلا، المصدر حتى فما دراسة تتعمل على الكتب لكي نعرف هل الكتاب كتبه واحد برك ولا كتبه ياسر. كي نجيو نعملوا دراسة على القرآن نلقاو اللي معناتها الأسلوب اللي مستعمل في القرآن مش أسلوب شخص واحد، على خاطر الإنسان كيما عنده بصمة معناتها في صبعه، عنده بصمة في كتابته، عنده بصمة في كلامه. مستحيل زوز يتكلموا كيف كيف، مستحيل زوز يكتبوا كيف كيف. وقت نجيو ندرسوا هالكتب السماوية هذه بين قوسين نلقاها ماهوش كتبها واحد برك. وهذا هو اللي يفسر علاش النسخة اللي عندنا تلقاها بعد 200 عام، بعد 100 عام، فهمت؟ على خاطر شاركوا فيها ياسر أشخاص لكتابتها. أنا معناتها كما عودتكم ما نحبش ندخل في المتاهات التاريخية والإثباتات والأدلة، وإنما ديما نتكلم بطريقة بسيطة جدا. ومعناتها أدعو الشخص اللي يتبع الفيديو اللي يحب يمشي يعمل الدراسة متاعه توي، يكتشف ياسر حاجات ويفهم ياسر حاجات. إذا النسخة الوحيدة، أقدم نسخة إسلامية عندنا، هي نجم نقول القرآن، واللي تعود تقريبا بعد 100 سنة من موت محمد. يعني هذه قصة جمع القرآن في عهد عثمان، ما عندنا حتى دليل، ما عندناش حتى نسخة من كتاب عثمان، فهمت؟ حتى هذيك الادعاءات متاع هذا هو القرآن وفيه قطرة الدم وذاك الدم متاع عثمان، هذه كلها خرافات. أنا نتكلم فيكم على المسألة العلمية التاريخية الإثباتية. أقدم نسخة متاع القرآن النجم نقوله ترجع لعبد الملك بن مروان. أنا بالنسبة لي عبد الملك بن مروان خامس الخلفاء الأمويين، هو مؤسس الإسلام وهو خالق الإسلام. هو معناتها ظهر في قرابة يعني 26 هجري، يعني تولد ومات في قرابة 86-90 هجري في الفترة هذيك. وكي نجي نشوفوا أقدم نسخة متاع قرآن تعود في نفس هذيك الفترة، ونعرفوا اللي عبد الملك بن مروان هو من شكل القرآن، عمل له الشكل، قصة الحجاج بن يوسف الثقفي اللي بعثه، فهمت؟ للسيطرة على بقية المناطق اللي مش تحت سيطرته، خاطر هو كان يحكم في الشام وفي مصر، وكان عبد الله بن الزبير اللي حول العاصمة الإسلامية من المدينة إلى مكة، وكان مسيطر على مكة والمدينة والعراق. يعني في فترة من الفترات هذه، في الفترة هذه فما هناك دولة موجودة في مكة، عاصمتها مكة والمدينة معناتها والعراق، دولة إسلامية، خليفة إسلامي، وخليفة إسلامي آخر اللي هو عبد الملك ابن مروان موجود في سوريا ومصر وبقية إفريقيا. قبل هذا التاريخ ما عندنا حد شيء. كل اللي يتقال قبل عبد الملك ابن مروان هي مسألة شفهية، ما عندها حتى دليل، ما عندنا حتى نسخة تاريخية، فهمت؟ تثبت وجود محمد ولا الإسلام ولا غيرها قبل هذه الفترة. أنا أتكلم فيكم من ناحية تاريخية. حتى إنها العملة، العملة أول من استعمل العملة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان. قبل كانت العملة البيزنطية هي التي تستعمل في عهد معاوية وغيره وغيره وغيره. وقت نجيو ندرسوا التاريخ ونبحثوا فيه ونتعمقوا فيه، نلقاو في الحقيقة اللي الإسلام مش كما يصوروه المسلمين من بعد. نعرفوا اللي التاريخ تكتب يعني بعد 3 قرون، فهمت؟ يعني أنا نكلم فيكم، وقت نكلمكم على عبد الملك بن مروان نكلمكم على أول أدلة على بداية تكوين الإسلام. حتى هو اللي بنى بيت المقدس، وهو اللي بعد سيطر على العراق، وهو اللي معناتها سيطر على مكة،
واقتل عبد الله بن الزبير ووحد ما يسمى بالخلافة الإسلامية، بدأت الخلافة الإسلامية بالفعل في عبد الملك بن مروان وولاده من بعده، وهو وصل حتى لإفريقيا، وهو اللي بنى أسطور بحري في تونس، فهمت؟ أول من بنى أسطور بحري إسلامي في تونس. أما أقبل عبد الملك بن مروان ما عندنا حتى وثيقة، حاجات اللي قالوهم الكل المسلمين قبل عبد الملك بن مروان الكلها ما عنده حتى دليل. هذاك علاش نخلين نتسائلوا، فهمت؟ هل محمد توجد ولا لا؟ يمكن توجد، يمكن كشخص توجد، ولكن ليس كما معناتها موجود في الإسلام، يعني معناتها كحقيقة، كحقيقة يعني نجم شخص توجد ومن بعد نجيو نبنيو عليه أفكار وكذا وكذا. أنا حسب رأيي وقت نجيو ندرسوا ظهور محمد شنو كانت موجودة في الوقت هذيك، احنا نعرفوا اللي كانوا فما دولتين كبيرة هي الفرس واللي كانوا متداخلين في الجزيرة العربية، والبيزنطيين اللي استقلوا على روما ولو عندهم دولة، وكانوا في صراع مستمر، وكانوا مسيطرين على الشام، فهمت؟ ومسيطرين على مناطق من الجزيرة العربية، وكان هذا الصراع من بين ما يسمى بالديانة الزردشتية والديانة المسيحية، فهمت؟ يعني زوز قوى عظمى ما كانوا موجودين، وكانت الجزيرة العربية منطقة لهروب الأشخاص، فهمت؟ الأشخاص اللي معناتها اللي ما مش تابعين هذا ولا هذا، فهمت؟ يعني هذه معناتها التاريخ، وتنجم ندرسوا التاريخ نلقاو الجزيرة العربية مناطق مسيطرة عليها كما نقولوا تحالفات كما اليمن مع الفرس، وتحالفات مع البيزنطيين، وفما منطقة متاع بدو ورحل، وفما مكة اللي هي النجم نقولوا مركز لتجارة البدو والاستراحة، وكانوا معناتها موجود فيها معناتها ياسر ديانات حتى معناتها المسيحية، فهمت؟ معناتها موجودة فيها، وتعرفوا معناتها هذه الحكايات يعني الموجودة في مكة، حتى الكعبة كانت فيها صورة مريم وصورة عيسى، والمدينة كانوا فيها اليهود وغيرها من هذه الخليط. في الفترة هذيك وقعت نوعا ما لو نرجع للتاريخ مجاعة كبيرة جدا في تلك المنطقة نتيجة الحروب اللي موجودة من بين الفرس والبيزنطيين، وشافوا رواحهم هذوما معناتها البدو والعرب، شافوا رواحهم اللي هما معناتها كيما نقولوا احنا مشاو في الساقين. وكانت الفكره من عهد امرؤ القيس معناتها مش بس فكره جديده، على ان توحيد العرب تحت معتقد، فهمت؟ كانت وقعت ياسر محاولات كيفاش باش يوحدوا العرب تحت معتقد، لازمهم يكون عندهم ما يسمى دين وكتاب سماوي كي المسيحية وكيما الزردشتية وغيرها. والإسلام ما تكونش في وقت محمد، من قبل محمد نرجع للتاريخ من عهد إمرؤ القيس من 500 فهمت ميلادي، وفما مثلا شعراء، وفما وحود اسمهم محمد، وجاءوا فما اللي دعوا إلى عبادة الله، وكلمة الله موجودة وما هيش جديدة وكل شيء موجود، حتى فما بعض معناتها اشياء كثيره في القران قالوها معناتها قبل محمد، حتى ان محمد في بعض الاحيان تجي واحده تقول له هذه ابي قالها، فهمت؟ يقولها محمد ذلك من وحي الاله. اذا الاسلام بدا يتكون مش وقت محمد، نحن نتكلم من ناحيه تاريخيه، محمد هي شخصيه ظهرت، هذه الشخصيه اللي ظهرت فهمت مش كيما يصورها الاسلام، يمكن يكون توجد يمكن يكون ما توجدش، فهمت؟ فما حتى دليل، اما احنا خلينا نمشيو بالافتراض ان العرب اتحدوا نوعا ما من اجل القرصنه فقط. نعرفوا احنا في مكه كان فما عائله بني اميه هما من الاغنياء، وكانت عندهم علاقات كبيره مع البيزنطيين، فهمت؟ كانوا موالين للبيزنطيين، فهمت؟ وكانوا مسيطرين نجم نقولوا رأسمالية في مكة، وفما طبقة فقيرة
قادهم واحد فقير كيفهم، فهمت، يتيم لا عنده لا اصل لا فصل، ما يعرفوش عليهم فين جاء، من اجل ان يثور على هذه الرأسمالية الأموية. فهمت؟ وتنرجع حتى معناتها الهاشميين، معناتها نرجع للتاريخ نلقاو اللي ثم مجاعة موجودة في تلك المنطقة، مجاعة كبيرة. حتى أبو لهب كان معناتها متحالف مع الأمويين، اللي هو رغم اللي هو هاشمي يحافظ على مصالحه، وفما طبقة فقيرة. فوقعت الثورة نجم نقولوا احنا، وهذه معناتها الثورة ضد الرأسمالية بين قوسين اللي موجودة في مكة، واللي كانت مسيطرة على كل شيء، ومسيطرة على التجارة، مسيطرة على كل شيء. من بعد هذه المجموعة هربت للمدينة واحتمت، فهمت، بالأوس والخزرج، وفهمت، وكونت نوعا ما مركز للقرصنة للهجوم على القوافل الأموية. ومن هنا بدأ الإسلام يعني يتشكل، فهمت، وبداوا يلتحقوا بالإسلام. شكون يلتحق بالإسلام؟ العبيد، الفقراء، الجهال، المتخلفين، كل الأشخاص اللي ما عندهم حتى قيمة التحقوا بالإسلام، ويقودهم واحد قرصان اللي هو اسمه قاثم، ومن بعد بدل اسمه محمد، فهمت، شوف هو بدل اسمه ولا هما بدلوا له اسمه من بعد. المهم وكون دولة نتاع قرصنة، واعتمد على العادات والتقاليد العربية البدوية، نجم نقول احنا العروبية يعني نتاع البدو. تشوفوا الإسلام البنية نتاعو كلها بدوية على نظام القبيلة، بدل بعض الأسماء، وهذاك التبديل يمكن يكون معناتها مش وقتها، فهمت، السبي، السرقة، القتل، الإيماء، فهمت، هذه كلها معناتها عادات نتاع القبائل اللي كانت في الصحراء، وكانت الجوع تهجم وتقتل وتسبي وتسرق ومن بعد ترجع للمواقع نتاعها. محمد شنو وحد هو في الحقيقة؟ هو وحد هذوما السراق الكل. احنا وقت نحكيو حتى الغرب وقت يغزرنا معناتها علي بابا والأربعين سارق، هذاك هو تمثيل الإسلام. يعني علي بابا يمثل محمد، فهمت، هذاك علاش معناتها حتى في التاريخ ما فماش أثر لوجود هذا الشخص، فهمت، ما فماش أثر اصلا، ما فماش اثر. ما نحبش نزيد نطول عليكم، انا نطرح لكم الفكره على حسب ما نشوفها انا، فهمت، هذا الشخص مات، فهمت، وشيء طبيعي القرصان او المافيوزي كما نقولوا رئيس العصابه عندما يموت يختلفوا اللي دايرين به شكون باش يمسك العصابه. وقع انتخاب ابو بكر رغم الخلافات وكل شيء، وقع انقسامات في العصابات، نعرفوا احنا حتى عصابات المافيا والسراق توقع ساعات انقسامات فيهم، باش يواصلوا السرقه نتاعهم ويواصلوا النهب نتاعهم. من بعد جاء عمر وبدا ما يسمى بالخروج من الجزيره العربيه. وتنرجع للتاريخ نشوف فتره محمد مثلا، وقتها هجموا على فهمت قلعه بني قريظه، معناتها الاحاديث تقول انهم عمرهم ما شبعوا لما وقتها قتلوا اليهود واستولوا على اموالهم. قالك معناتها معروفة محمد كان يحط حجرة على كرش، يعني المجاعة ظاهرة. حتى معناتها هاشم الهاشميين اسمهم بني هاشمين لأن هاشم كان يهشم الثريد، يعني المجاعة موجودة فعليا تاريخيا ثابتة أن كانت هناك مجاعة. وحتى عندما نرجع للمصادر معناتها للدولات اللي كانت تكتب وتوثق كما الفرس وكما البيزنطيين وكما حتى الحبشة ولا اليمنيين، نلقاو اثر ان هناك كانت مجاعه وفقر في هذه المنطقه، وكانت عائلات قويه من اليهود ومن الامويين مسيطرين على الاموال والباقي عايشين في فقر. وقعت الثوره، فهمت، نتاع جواع، نتاع عباد جواعه وفقراء، ونجم نقولوا احنا مجرمين، فهمت، مجرمين. وهذه الفكره نلقاوه حتى من بعد، ها باش نواصلوا، ما نحبش نطول ياسر في الموضوع هذا. المهم وقت جاء عمر بدا ما يسمى بالهجوم على خارج الجزيرة العربية، وهنا وقع المشكل ان
بيزنطة خافت على الشام وخافت على المناطق متاعها، فهمت؟ إيش عملت؟ استنجدت بأنصارها من بني أمية لكي يحكموا الشام باش يحميوا المنطقة هذيك من القرصان العرب اللي هما تابعين المدينة. وذاك علاش عمر يعني وقت اتجه في الحرب بتاعه اتجه نحو الفرس، فهمت؟ يعني في الحقيقة فتح الشام لم يكن فتحا، وإنما بإذن من الإمبراطورية البيزنطية، وبدليل إن العملة بقت بيزنطية، ودخول معناتها حسب الرواية الإسلامية عمر اللي ما فهمها أنت حتى دليل عليها، فهمت، إلى بيت المقدس أو ما يسمى، ما كانتش موجودة هي من بعد، هو عبد الملك بن مروان هو اللي قدها وعملها، فهمت مسألة المسألة هذه، فهمت؟ معناتها أنا نتصور إن بيزنطة تفاهمت مع هذوما القرصان باش تعطيهم الشام وباش توجههم لمحاربة الفرس. في الحقيقة سقوط الفرس ليس لم يكن بقوة العرب فقط أو الإسلام فقط، وإنما كان بدعم بيزنطي، كان بدعم بيزنطي من جميع الجوانب. والنجم نقولوا اللي الحكومة الأموية من بعد تجاء عثمان زاد دعم هذه الفكرة، ودخول المسلمين إلى مصر، فهمت، كان باتفاق بيزنطي، خاطر بيزنطة لقات شكون يعمل الحرب في بلاصتها، في نفس الوقت تحمي نفسها من هالهمج هذم باش يتعداو عليها، وفي نفس الوقت تهاجم الفرس اللي هو العدو نتاعها الأساسي. هكاك بدات. لو نرجع للتاريخ وندرسه معناتها بطريقة منطقية نلقاوها الطريقة هذيك هي، وبهذاك علاش العملة في مصر وقتها كانت بيزنطية. وقتاش وقع التغيير والتبديل؟ وقتها وقعت، فهمت، مقتل عثمان وكل شيء، داو الأمويين اللي ولات معناتها ماخذين يعني الولاية على الشام، بداو يطمعوا باش يكون عندهم حتى هما إمبراطورية، وهذا طبيعي، فهمت؟ وهذاك زاد التطور والحروبات وكل شيء والسرقة وكذا وكذا وكذا، زاد التطور إلى أن وصل عبد الملك بن مروان اللي هو خامس الخلفاء الأمويين، هو أول، وعبد الملك بن مروان هو أول واحد من تمرد على الإمبراطورية البيزنطية ونحى الفلوس البيزنطية وكون أول دولة إسلامية، وش عمل؟ وهجم على عبد الله بن الزبير اللي كان عامل العاصمة بتاعه، اللي هو ولا رئيس القرصان. يعني هنا فهمت الحكومة في المدينة أو بتاع عبد الله بن الزبير ولا غيرهم كلهم هم قرصان وسراق ومجرمين، بينما الأمويين نجم نقولوا هي الدولة، الأخرين معارضة وهذه الدولة، وهجم عليهم وتعرفوا معناتها القصة كيفاش معناتها سيطر على العراق وعلى البصرة، ثم سيطر على مكة والمدينة، ثم أرسى ما يسمى بالدولة الإسلامية. من هنا نبدأ نلقاو المصادر، حتى القرآن تم شكله في عهده، بل تم تجميعه في عهده. القرآن اللي نعرفوه توا، النسخ القديمة اللي عندنا، هي تعود إلى عهد عبد الملك بن مروان، وهو جاب فكرة خرافات منا وخرافات منا، وبدا وقتها تتكون شخصية محمد كشخص، كأول قرصان، فهمت، دعا للتمرد ولجعل للعرب قيمة. وهنا امتد حكم عبد الملك بن مروان إلى شمال إفريقيا وإلى فارس والهند وكل شيء، يعني مكون دولة متاعه الكبيرة هذه تقريبا في معناته هو مات في 90 هجري، فهمت، يعني قرابة يعني القرن السابع الميلادي، فهمت. ومن هنا ابداوا ما يسمى التناقل، حتى لتو مازال ما توجدش لا تاريخ لا حديث لا حتى شيء، تو عندنا كان القرآن، أقدم نسخة تعود إلى تقريبا قرابة
80 إلى 100 سنة من موت محمد على حسب المصادر الإسلامية. من بعد تكوين شخصية وعبد الملك بن مروان هو اللي بدا على حسب الأفكار بتاعه وعلى حسب المعتقدات بتاعه يكون في شخصية محمد وشخصية القرآن والكتاب المقدس. هذاك علاش راهو الإسلام نجم نقوله هو مذهب مسيحي. فهمت؟ الأمويين كانوا قراب البيزنطة وقراب للفكر فهمت المسيحي. إذن معناتها مذهب من مذاهب المسيحية فهمت النصارى يسمى بالنصارى فهمت خرج منهم الإسلام كمذهب في الأول. من بعد مع مرور السنين ومع قوة الدولة الأموية كما نقولوا احنا دا يتكون الإسلام اللي من بعد تطور بعد موت عبد الملك بن مروان تطور وبداوا يظهروا المحدثين والمحدثين المحدثين حتى تعدات 200 عام باش بداوا يأرخوا على معطيات فهمت منقولة من أشخاص تأليفات سيناريوهات ومعناتها باش يدعموا الدولة نتاعهم. كانوا يقولوا قال محمد باش يدعموا معناتها حاجة باش يعملوها باش يجيبوا صبايا قال محمد أي حاجة باش يعملها الحاكم قال محمد. فهمت يعني هذوما المحدثين يعني عبارة دعاية كيما مثلا نتاع واحد ذكرت هالقصة قبل جاب البصل من عكا وما نجمش يبيعه في الشام فذهب إلى أبو هريرة قالوا أتي لنا بحديد فهمت نعطيك معايا الربح يا أخي. قالوا من خرج طلع على المنبر هذه رواية وقال من أكل بصل عكا كأنما زار مكة. العباد تحت تشري في البصل نتاع عكا والرجل ولا غني وقسم معاه. هذه كلها مسألة فلوس وسياسة ولعب وكذا وكذا وكذا. إذا معناتها الملخص نتاع القصة هذه أو نتاع الحكاية بالنسبة لي أن الإسلام بدا يتكون يعني البذرة الأولى نتاع الإسلام بدأت تتكون من عهد عبد الملك بن مروان. أما قبل عبد الملك بن مروان كانوا جماعة قرصان يهجموا ويسرقوا باش ياكلوا معتمدين على شوية هكا فكر معناتها كان ما تربحش في الدنيا وتربح في الآخرة يعني معتقدات فهمت خليطة من بين فهمت النصرانية والصبائية والزردشتية فهمت على خطر الفكر المحمدي فهمت نجم نقوله هو فكر معادي للمسيحية البيزنطية. فهمت يعني فكرة انها عيسى إله لا عيسى نبي فهمت. ومن هنا بدأت الفكرة متاع الإسلام تتكون. أما كشخصية محمد وجدت أم لم توجد مع أن حتى دليل مادي على وجودها. أقدم آثار تاريخية هي من عهد عبد الملك بن مروان أرجع لأي مؤرخ. الباقي كل هي أمور وقعت في الجزيرة العربية صحيح التطورات اللي وقعت فهمت أدت إلى استقلال الأمويين عن الإمبراطورية البيزنطية يعني هي دعمتهم من بعد داروا عليها وبالفعل تم إسقاطها من بعد وتعرفوا بقية التاريخ. إذن بالنسبة لي شخصية محمد هي شخصية أكثر شيء أسطورية فهمت يمكن كشخص توجد ولكن ما فهم حتى دليل تاريخي فعلي. هذه هي الفكرة بصفة عامة ومع فيديو قادم وبسلام.